كويس. شوفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقولك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك من ايه؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ؟ مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ها؟ ايوه يحبسك؟ امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيدة؟ انت حاطة نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسة وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في رصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. انا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. ايوه.
شوية معنى أنا. إيه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك إيه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ مرموش. مال؟ متكيف منك أوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت إيه ومشي إيه؟ ما أنتم مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهاردة وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيرة وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهاردة. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. ايه دي؟ امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومة ما تسول. حكومة؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرت من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. تبينها جد؟ يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اطلع فوق. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ امال كانوا فين النضرجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. ده غيظني ان ده موسم، موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم مالهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. صارمة. ايه؟ صارمة، اسمي صارمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة.